أهلاً وسهلاً. نفاجئ الناس بأنه نعرف عنهم معلومات ما كانوا يتوقعوا أنه نعرفها، وهي معلومات حتكون موجودة عادي في الإنترنت في صفحاتهم في الفيسبوك. فعندنا فريق العمل هنا في الفان. هذا فان مش أي كلام يعني. أنت فريق العمل؟ كوماندوز ما شاء الله. ومين اللي حيدين المعلومات؟ أيوة أستاذ أحمد موسى حيدين المعلومات. طيب هنا فريق الكوماندوز شغال على أنه بفقط الإيميل، وبالإيميل حيقدروا يطلعوا طبعا حساب الفيسبوك وبعدين يطلعوا معلومات عنهم. أهلا وسهلا. فإحنا دحين لازم عشان أسمع المعلومات اللي حيدوني هي هنا حيلبسونا إيربيس. طيب فهذه هذه الإيربيس قطعة الأذن. خلاص كده انتهينا. الله الله الله، في حد بيتكلم هنا. طبعا انا اوضح نقطه مهمه هنا، انه الشباب مو فكره هاكرز. احنا ما بنسوي هاكينج على الحسابات حقت الناس. الشباب حيدخلوا في الحسابات اللي هي بابليك وعامه، لاي احد ممكن يدخل عليها بالايميل. سليم صح؟ اوكي. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اسمك ايه؟ السيد محمد. أهم حاجة حصلت لك عام 2014؟ اتخرجت من الجامعة وخلصت الجيش. خال الشخص اللي قدام حضرتك اسمه حمادة فوزي. خالك حمادة ماله؟ أخباره إيه؟ الحمد لله. حضرتك تعرف خالي حمادة؟ أبو فوزي أخباره إيه؟ أريكم بس أن المشكلة العامة في كل مكان موضوع الفيسبوك والبرايفسي والخصوصية. فعندنا الفان هنا في أمريكا، فدحين عندنا كيفن هو اللي حيسوي اللقاءات هنا في أمريكا. فيسبوك أكثر من 350 مليون مستخدم لا يفعل خاصية الخصوصية اللي هي البرايفسي في الفيسبوك، وبالتالي معلوماتهم موجودة in public، موجودة لأي أحد. آخر ثلاث أرقام في موبايله 584. هتغير رقمك ولا هيفضل زي ما هو آخره 84 كده؟ لا إن شاء الله 84. مواليد 17-8-86. 17-8-86. يا لهوي، انت عرفت من أي المعلومة دي؟ ده عيد ميلادي. حسيت كده إنه يعني شكلك كده بقول 17-8-86. اول ما شفتك قلت 17-8-86. حفله عمرو دياب 2010 في استاد القاهره. ليه رحت استاد القاهره سنه 2010؟ كان حفله عمرو دياب 2010. كيف كانت؟ انبسط؟ بس انت بتعرفه منين؟ خالته اسمها نبيله. طب خالتك نبيله فخمه. خالتي نبيله بقى دي حاجه ثانيه اكيد فخوره. امي ورا ولا ايه؟ سوينا تجربة، خلينا أحد الأخوان عنده حساب فيسبوك يدخل على الخاصية دي ويطلب المعلومات اللي عنه. إيش تتخيل جاله؟ جات له 300 صفحة بيانات عن كل شيء عن حياته لها علاقة بالفيسبوك ودخوله في الفيسبوك. متى دخل؟ كل كم مرة ابتسم؟ كم مرة زعلان؟ إيش المود حقه؟ أبديتت الستاتس حقه؟ علق لمين؟ مين أضاف؟ مين حذف؟ ايش الفيديو اللي عجبه؟ ايش اكله المفضل؟ مين اصدقائه؟ زعلان من مين؟ مبسوط من مين؟ ما في شيء تتخيله عن الشخص الا موجود في الصفطة دي. فموضوع مخيف. كيف ممكن تحصل على هذه البيانات لنفسك؟ تدخل على السيتنجز حقت فيسبوك وتنزل تحت في print my facebook data، اطبع معلوماتي من الفيسبوك، تضغط عليه حيرسل لك لينك على ايميلك. فموضوع خطير لانه هذه المعلومات ممكن تستغل في إيذاء الشخص أو في التدخل في خصوصياته أو في أي أمور أخرى. فالحذر الحذر الحذر، حياتك كلها مسجل. أختها اسمها مروة. مين أحسن في النظام الغذائي اتباعه السليم، أنت ولا أختك مروة؟ لو حالك عرفت مين أختي. مروة. You like your brother Randall and Jennifer, they didn't come out here too, or is it just you? هو يو اي دو فيت فيجن اي دو فيت. كان في الشرطه العسكريه يا استاذ. هذا من قوانين في الشرطه العسكريه. ما انا شرطه عسكريه. ساوث فيلد هاي سكول.
in Michigan. From Southfield High School to Los Angeles, California. I mean, that's a crazy story. Where do you get this information from? What's Southfield High like? Cafe Cordial. Have you been to other places around here, like Cafe Cordon? Wait, huh? What? جامعة حلوان كيف؟ بس ما أقولش أنا حلوان. ما أقولش أنا جامعة حلوان. بس أنت من جامعة حلوان. الموضوع الشبورة اللي كانت على طريق الزراعة من أسبوع. طيب اخبار الشبوره ايه اللي كانت على الطريق الزراعي؟ صح انت انا لسه كنت فيها والله. انا بطمن عليك. لا كانت تمام. لا كانت تمام. His mother's name's Asha. Does your mother Asha like the movie too? Yeah, how yeah that is yes Asha. Why do you know my mom's name is it's not a common okay yeah. خلينا نشوف ما الذي يحصل في عالم الانترنت خلال دقيقه واحده فقط. خلال دقيقه يتم إرسال أكثر من 200 مليون إيميل، تحميل أكثر من 50 ألف تطبيق جوال، مشاهدة أكثر من 20 مليون صورة على برنامج فليكر، تسجيل دخول 270 ألف مستخدم فيسبوك خلال دقيقة واحدة، إرسال أكثر من 100 ألف تغريدة، عمل بحث 2 مليون مرة على موقع جوجل، ومشاهدة أكثر من مليون فيديو. كل هذا يحصل خلال دقيقة واحدة، يعني دحين الفقرة هذه اللي غطيناها